يعني هو طبعا حابين في البدايه دكتور يعني نتكلم عن يعني اسباب المشكله السكانيه في الاول علشان يعني المشاهدين يبقوا على درايه اكتر بده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا لما اتكلم على المشكله السكانيه في مصر طبعا الزياده في عدد السكان ده يعرقل يعني امر غير مدروس، فبيعرقل حركه مسيره التنميه، بيحرم الدوله او عرقله الدوله في تحدي من التحديات الخاصة بعرقلة التنمية المستدامة ألا وهو الزيادة السكانية. الاستثمار في رأس المال البشري أصل محرك أو عنصر رأس المال البشري أصل محرك لكل الأصول المادية. الاستثمار فيه هو أفضل الاستثمارات على الإطلاق، لكن إحنا كنا في السابق بنتكلم على أمر غاية في الأهمية. بقول إيه؟ نقول إن الاقتصاد المصري صاعد على سلم منهبط. طب ليه؟ لأنه صاعد على سلم منهبط وأنا أساساً بشتغل على معدل النمو وزيادة معدل النمو، ومعدل النمو ده هو الزيادة في الدخل الحقيقي وده بيقاوم بالسلع والخدمات، ولكن لازم يكون له ثلاث شروط أساسية. من شروط الزيادة في معدل النمو أن يكون مستمر، معدل النمو يكون مستمر، وفي نفس الوقت يكون الزيادة في معدل النمو زيادة في معدل النمو أكبر من الزيادة في معدل النمو السكاني، وأيضا أكبر من معدل الزيادة في الأسعار. فطبعا أنا عندي هنا مشكلة كبيرة بتؤرق المصريين وتؤرق الشعب المصري أو بتؤرق أي قيادة سياسية تبدأ تشتغل وتشتغل على عجلة التنمية. عايز تعمل تنمية، عندي معدل نمو بنستهدف 6% معدل نمو، يبقى عندي عدد سكان بيزيد بيلتهم معدل النمو ده، فما بيوصلش أو ما بيكونش واضح بالنسبة لنا. عشان كده بقول إن الاقتصاد المصري صاعد على سلم منهبط. طيب هو أنا دي مشكلة؟ أيوة دي مشكلة. تحدي؟ أيوة تحدي. طب التحدي ده أنا هتصرف معاه إزاي وهشتغل معاه على أي أساس؟ أنا هشتغل معاه على أمر، لو أنا قلت للذهنية العامة ما تخلفش أو عدد يكون طفل أو اتنين يقول لي أوكي، بس أنا هو بيتكلم معايا في إطار ودي. طيب أنا وضعت قانون، لا حينما أضع قانون لتنظيم الأسرة أو أعداد أو عشان أقلل من الزيادة السكانية، هتلاقي ناس ممكن تخلف وما تكسبش المواليد. فأنا محتاج أعمل إيه؟ أنا محتاج حملات توعية للمصريين، إن أقولهم إن الأمر ده هيكون ضاغط على حضرتك من خلال إيه؟ هي الدولة لما إيراداتها بتزيد، إيرادات الدولة لما بتزيد الدولة بتفي بالتزاماتها نحو المواطن وبرجع للمواطن في صورة خدمات تعليم وصحة وخلافه. طيب أنا النهاردة لما محتاج أعمل معدل نمو وأرفع مستوى معيشي، حضرتك لو في بيتك عندك ولدين ووالدتهم كده يبقى الأسرة أربعة، دخل حضرتك 2200 جنيه. لو قسمنا ال 2200 أو ال 2000 كل واحد فينا هيبقى أو في الأسرة هيبقى 550، غير ما يبقى عند حضرتك خمس أولاد وست أولاد، ويبقى الأمر ده أمر غاية في الأهمية وغاية في الخطورة أيضا. ليه بقى؟ أولا أنت حضرتك كده بتتكلم عن العلاقة من يعني السكان والتنمية طبعا. بالظبط العلاقة بين السكان، لأن أنا لما أتكلم على التنمية لازم أعرف النمو الأول. أيوة. ده زيادة في الدخل الحقيقي. طب عايز أتكلم على تنمية بقى، تغيير في كافة القطاعات الإنتاجية. لكن أنا لما أتكلم بشكل كبير على الأسرة وعلى لا 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 ازاي اعمل تنميه حقيقيه، ازاي ان انا النهارده يكون مواردي محدوده وعندي اشباعات لا محدوده، ودي المشكله الاقتصاديه بتكمن في هذا الامر. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل حملات توعيه اللي منها اقلل العدد السكان، مش اقلل عدد، يعني انا عندي عدد سكان، ما في حد يقول لي طب ما هي الصين تعدادها وبتستثمر. فعلا امكانيات الصين غير امكانيات الدوله المصريه. الدوله المصريه عندها تحديات كبيره جدا بتصادفها من سنين، وخصوصا احنا كان عندنا تحدي في 2014 قيادة السياسية الموجودة كانت محملة بأعباء خطيرة جدا وتحديات خطيرة، اللي منها تقدر تقول انا هواجه التحديات ومش هعمل تنمية. النهارده حضرتك بتشوف والذهنية العامة بتشوف ان انا عندي التحديات، بقضي على التحديات وفي نفس الوقت بعمل تنمية. فالنهارده لما يكون عندي زيادة في معدل النمو السكاني، ما بيلتهم اي زياده في معدلات النمو ومن ثم التنميه المستدامه، يبقى انا هنا في عرقله لمسيره التنميه. طب
يمكن الدكتوره وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه اتكلمت على نظام حوافز. الامر ده انا بايده وغايه في الاهميه. ليه؟ ما انا قلت لحضرتك يوسف بيه، إذا حضرتك لو كلمتيني النهارده على ان انا اعمل ان انا يبقى طفلين على الاكثر، فما انا ممكن وتلزمني بقانون. لا، هو القانون هنا قانون تحفيزي وليس قانون اللي وضعه القانونيين. لا، انا بتكلم على تحفيزي، يعني على سبيل المثال عايز اعمل تمكين اقتصادي. طب انا هعمل تمكين اقتصادي باي شكل وانا عندي مواردي محدوده وحاجاتي واحتياجات لا محدوده؟ فمن هنا ابدا اصحح بقى المفاهيم المغلوطه واكد على المفاهيم الصحيحه. ازاي اصحح المفاهيم المغلوطه؟ ما هو انا عندي ناس بتقول الولد بيجي برزقه. انا ما عنديش مانع الولد بيجي برزقه، ده حقيقي بيجي برزقه، لكن انا النهارده عندي امر احنا كلنا بنتكاتف فيه كمصريين، والمصري بطبعه عطوف، والمصري بطبعه لما بيفهم الموضوع حضرتك بتوضح له الموضوع، الامر ده بيكون عنده بيحقق معجزات. المصري بيحقق معجزات بالفعل، ودايما في اماكن كبيره ومحافل كبيره المصري بيكون له مكانه. ده من الناحيه الاقتصاديه والتمكين الاقتصادي، ده امر غايه في الاهميه، ده المحور الاقتصادي. طب المحور الاجتماعي بقى، المحور الاجتماعي انا الفرد اللي موجود والرجل والمراه. طب انا هاخد جزء المراه في الوقت اولا، جزء المراه النهارده انا بتكلم على الصحه الانجابيه، انا بتكلم النهارده عن صحه حضرتك، انا بتكلم النهارده عن حضرتك هتتجوزي تنجبي ثلاثه واربعه وخمسه وسته، بعد خمس سنين القصه واعباء الحياه هتبقى مضغوطه كمان. الرجل رب الاسره بقى هيبقى مضغوط هو كمان، يبقى لما هيبقى مضغوط هيبدا يتجه للزوجه الثانيه، هيتجوز ثاني. فانا بقول لحضرتك ده ناقوس خطر، خلي بالك، لانه هيتجوز ثاني. ليه؟ لانه لما بيدخل البيت بيلاقي، وانا اسمح لي ابعد عن الاطار الاكاديمي وانا استاذ جامعه، انا عايز اتكلم باسلوب تفهمه سيداتنا الفضليات المصريات الفضليات، صاحبه طبعا الدوله المصريه بتعمل لها تمكين في كافه المحاور، وده امر مطلوب، وده هي بتعيش ازهى عصورها بشهادتهم كلهم. فالنهارده يبقى صحه حضرتك الامر اللي مش هتخلي، يعني لما يبقى عندك اولاد كتير مش هتقدري تواكبي هذا الامر، الصحه عند حضرتك هتضعف، الامر هيكون مشكله كبيره. كده هيبقى فيه تفكك في الأسرة المصرية، كده هيبقى عندنا البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، في زيادة حالات طلاق، مشاكل. هل الزيادة السكانية هتعمل زيادة في معدل؟ وارد. هتقول لي حضرتك إن أنا ممكن ده بيحصل أول سنة زواج وثالث سنة زواج بيحصل انفصال، مش هيلحق يجيب خمس ست أولاد؟ لا، ما أنا هقول لحضرتك بقى الراجل فينا لما يبقى عنده أعباء حياة والاعباء الشديده عليه ويبقى عنده خمس اولاد وست اولاد، فالامر هيكون صعب. طب هو هي المراه ما هتقول لي طب ما هو شريك. طبعا هو شريك، يبقى انا لازم اعمل له حملات توعيه. اقول له بقى خلي بال حضرتك من صحتك. وكمان الامر الغريب فينا في الصعيد وفي الريف، ان الاب بالنسبه لابنه، يعني الابن حاطط والده ان هو يقدر يعمل كل حاجه. أصعب حاجة في الدنيا لما ابنك يقول لك أنا محتاج حاجة وحضرتك تكون عاجز إنك تأديها. النهارده ده أنا لما باجي بعمل مشروع استثماري بعمل له دراسة جدوى اقتصادية. ودراسة الجدوى بتجمع عندي ودراسة جدوى في كافة المحاور الاقتصادية وغيره ومالية. النهارده لما بيبقى عندي خطة تنفيذية وخطة استراتيجية هشتغل على أمر فيما بعد في منظمة من المنظمات. أنا النهارده لما بيبقى الخطة نفسها بتتمتع بالفلكسبيليتي اللي بيبقى فيها مرونة، لأن في متغيرات ومستجدات. حضرتك ضامن بعد سنة أو اتنين اللي خلفت ست وسبع أولاد، ضامن حضرتك هتعمل إيه؟ ضامن حضرتك هيبقى الوضع هيكون إزاي؟ طب الست سبع أولاد ووالدتهم وحضرتك موجود في شقة مساحتها قد إيه؟ كام أوضة؟ الوضع هيكون إيه؟ طب الولاد لما يكبروا؟ كارثة. النهارده الولاد كانوا بيتكلموا زمان بيقول ان الاولاد بيكبروا همهم بيقل. لا ابدا، ازاي؟ مين اللي قال كده؟ اسالوا ابهاتنا واسالوا اجدادنا، يقول لك الولاد لما بيكبروا همومهم بتزيد معاهم، لان حضرتك بتربي وتعلم وتجوز
ومشاكل واعباء حياه. انا يمكن حابب ان النهارده من خلال منبر حضرتك ان اخرج عن الاطار الاطار اللي زي ما قلت الاكاديمي اللي هو الكلام الرسمي. لا انا محتاج ان انا اعمل حملات توعيه ومن خلال القوى الناعمه ومن خلال الاعلام. وده اكبر دليل حلقه حضرتك ومداخله حضرتك النهارده اكبر دليل يقول يا مصريين خلي بالكم، لان الحياه لما بتضيق على الانسان احنا بنشوف حالات اكتئاب شديدة لبعض الناس. طيب أنا لما أرجع بقى لحالة الاكتئاب ألاقي عنده 7-8 أولاد، ألاقي عنده شقة فيها أوضتين أو 3 أوض، طب والعائد اللي هو بيدخله عائد بسيط، لأن الدولة المصرية في الحقيقة دولة تحدياتها كبيرة، تحدياتها كبيرة. ولكن أنا متأكد إن الدولة المصرية من خلال أولادها هيحققوا إنجاز. إحنا لما اتكلمنا عن كوفيد 19 ويمكن أنا كان عندي مقالة بتقول إن الاقتصاد المصري بقى صاعد على سلم كورونا الهابط. ليه؟ لأن إحنا عملنا إعداد جيد وسوقنا لنفسنا كدولة مصرية بشهادة مؤسسات دولية كبيرة بتقول إن فيه جدية بين الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي. أيضا النهاردة لما الدولة المصرية بحكومتها وبرئيسها لما يتكلم على مشكلة الزيادة السكانية ثق في كلامه، ثق في قيادتك، ثق في حكومتك إن هي بتتكلم في أمر هي شايفة، لأن عندها رؤية، لأن عندها حاجة استشراق للمستقبل أو استبصار للمستقبل. فأنا النهاردة أنزل الريف ألاقي الأعداد بتزيد، انزل الصعيد الاقي الاعداد بتزيد، انزل المدن الاقي الاعداد بتزيد، التعداد المصري بيزيد. فانا النهارده التعداد المصري كله برزقه، ايوه كله برزقه، لكن لازم تفكير، ايوه لازم تفكير. انا النهارده يعني هو كان زمان يقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. لا يا طبعا. سيدي انا عندي ايه وعندي احتياجاتي ايه والتزاماتي ايه وكمان انا دخلي ايه، وهتقدر تغطي على الموضوع ده ولا لا؟ بالظبط. هنا بقى التنمية المستدامة تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية. طيب احنا النهاردة ويمكن كانت من فترة بسيطة كنا بنتكلم على البناء العشوائي الغير مخطط، كنا بنتكلم على الاشتراطات البناء وخلافه. ايه القصة بالزيادة السكانية بقى؟ انا هوضحها في عجالة. النهاردة يا فندم لما اتكلم على الزيادة السكانية يبدأ النهاردة البيت اللي كان أسرة واحدة أب وأم وثلاثة أولاد أو اثنين أولاد بدأوا يكبروا، بدأوا يبقى فيه جواز، بدأ يبقى فيه أولاد، بدأت البيت يتقل باللي فيه زي ما كنا بنقول عندنا في الصعيد وفي الريف. يبقى النهاردة بقت فيه زيادة، بقى النهاردة في حد عايز يخرج من البيت عشان يفسح المجال لأخوه والأخوه الثاني والأخوه الثالث، يبدأ يروح على أرض زراعية ويبني ويعرض نفسه مخاطر ويعرض نفسه المشاكل. بدأ بقى بناء غير مخطط، بدأنا في حمل على البنية التحتية، صرف ومياه وكهرباء وغاز وخلافه. هنا بقى أمور كتير. لما بالضبط أنا عامل تخطيط عمراني سليم بشكل ممنهج وفلسفي محترم هقدر من خلاله أن أنا الأمور المرافق دي كلها هتدخل لحضرتك وبمنتهى البساطة وبمنتهى الهدوء وهتعيش فترات طويلة. لكن لما النهاردة يبقى فيه تخطيط غير مخطط هتبدأ القصة أن ممكن المية بدل ما هتيجي لحضرتك بسهولة ويسر لا هتتعطل وهتقوم الصبح ممكن ما تلاقيش مية وما تروحش شغلك وتبقى مشكلة. أبدأ أعمل إيه بقى؟ أنظم بهدوء أسرتي وأبدأ يكون عندي رؤية وأبدأ يكون عندي تطلع للمستقبل، لأن إحنا بنتكلم على 2030 دي يا فندم حضرتك كانت الدراما المصرية كانت بتجسد إن إزاي يبقى عندي سكن 7-8 واقفين أمام، أنا آسف يعني الحمام. فالنهاردة في أمور مشكلة غاية في الأهمية. أنا عايز ابني يبقى عايش عيشة كويسة وفي نفس الوقت بيتمتع بصحة جيدة ويبدأ النهاردة، لأن هو ده الأمل في بكرة على فكرة 20-30 يمكن أنا وحضرتك يا يوسف فيه هنلحق منها، لكن دول هم اللي هيجوا اللي هيعيشوا فيها بقى بعد النهاردة. كده صح مظبوط الشباب النهارده. طب حضرتك عايز تعيش في ظل 2030 والتنميه المستدامه بصحه جيده، ولا عايز تعيش في هذا الاطار وحضرتك مرهق الصحه ومش هتقدر على فكره مزبوط. لو تم ارهاقك
جسديا هيتم ارهاقك ذهنيا، مش هتقدر تتحرك.